أي السلام عليكم أخواني وأصدقائي، أنا أختكم سجى سلماني وسجى مهدي سلماني من هيوستن تكساس. حبيت أشارك وياكم هذا الفيديو. طبعا يوم طلعت على منطقة كلش قريبة على الآي 10، تعرفون من الوضع السيل هسه بهالوقت كلش صعب، إنه الواحد يشتري إنفنتوري، إنه يشتري ريسيل عفو هاوسز، يعني كلش اسعار غاليه وينطون اباف ليست برايس، ونبقى احنا عندنا مشكله بالابريزل. فحبيت اشارككم ويا بلدر طبعا تاخذون البرايس من البدايه وانتهى، بعد الابريزل هم يطلعوه وما عندنا مشكله بالابريزل. هاي منطقه جديده كلش حلوه، قريب الاي 10 ورا كيتي، يعني ابعد من كيتي شويه، فول شير نورث. اكو بلدرية كلش معروفين، طبعا هاي اسمها اشتن وودز فايرثورن، واكو بلدر بيري، واكو ذاك كوفنتري هومز. هساني راح افوتكم بيري هومز، وبعدين افوتكم نشوف الاشتن وودز، وبعدين نروح نشوف الكوفنتري هومز. طبعا هذا الفلور بلانت كلش حلو، ما اعرف ليش انا احب اولويز one story، اكو هواية ما يحبون one story. فهذا البيت it's Perry Homes، وتعرفون انتو حتى تقدرون تجوجلون على Perry Homes وتشوفون ايش قد هم builders زينين. طبعا هسه انا عندي client جوا يسوي الابلكيشن مالته، ان شاء الله اليوم they get pre-approved ان شاء الله، وبعدين راح ياخذون نفس الديزاين اللي راح اشوف لكم اياه. هسه انا راح افوت هسه بالبيت، هذا شو اسمه مالته الديزاين من برا. طبعا هاي شهادة ورقة بيها معلومات البيت، هاي أول ما تفوتون بالبيت يجي هذا كله ستاندرد، السقوف مالته تجي ستاندرد. أول ما تفوتون هنا اتس ستادي، طبعا كل شيء مدام بلدر ممكن يتحول، هذا الاستادي ممكن يتحول الى غرفه. هنا أنا طبعا راح يصير بعدين على الكلاينت مالتي ممكن هاي يتحول هذا شو اسمه هذا يصير جراج، وهاي الغرفه تصير ثيرد جراج اذا تريدون، يعني اللي جوا تصير ثيرد جراج او تريدوها غرفه. وهاي غرفتي يعني هنا أنا، هاي غرفه وهاي غرفه ثانيه، وهذا الحمام مالتهم مثل ما قلنا. هاي اول ما تفوتوا من هنا طبعا كلش بيزي هذا البلدر، ما وقفوا الناس يفوتون عليه. ليش؟ لانه بلدر كلش سمعته قويه، واسعار واحد هسه الناس تشتري بلدر احسن لهم ما يشترون ريسيل من الماركت اللي اتس جوينج كريزي، ودي يصير عبك مزايده على البيت، يعني ينطون اكثر من الليست برايس. سو هاي الغرفه الثانيه، سو هذا البيت اتس فور بيدز وذ ستادي. سو ذس از ذا سيلز بيرسون. هاي ناني. هذا الستدي أول ما تفوتون، وهاي غرفتين، ومثل ما قلنا الستدي ممكن يتحول إلى غرفة يصير هم، يعني إذا تريدون. هاي غرفتين وهاي بيهم حمامهم. أوكي، شوفوا البيت أول ما تفوتون شلون نفه وحلو. طبعا هاي ممكن هاي يصير، هذه تصير طبعا هم مسويها another family area، هاي ممكن يصير game room، ممكن تصير هم غرفة. اوكي، ممكن جيم روم تصير، ممكن تصير ميديا روم، ممكن تصير احنا بالعراق نسميه هول، فبكيفكم. اوكي، هنا الواشر والدراير، هذا اللي بنروم، شوفوا شلون حلوه وكبيره. هاي هاي، هذا المطبخ. اوكي، ما راح اقول لكم سقوف هيوج عاليه، بس سقوف عالية حلوة يعني مقافرة. اوكي، هذا الغرفة مال النوم، وهذا الحمام. طبعا حمام بي تب وبي شاور بي تو فانيتيز، هاي وحدة هناك، العفو التواليت، وهنا فانيتي ثانية، وهنا كلوزت. هسه شفنا واحد يبنوه اوريدي محولين، ها
هذا هسه شلون هنا هي مسوي شلفز وهناك من هنا هاي الكلوزت هنا صايره. لا اللي هسه شفناه اللي اوريدي دا يبنوه من هناك الكلوزت ومن هنا الشلف والتواليت، بس الحمام نفسه هذا الشاور نفسه والتاب نفسه هذا يجي ستاندرد. تعرفون اكو مرات بلدريه يشوفوكم البيت كلش حلو بعدين يقولكم هذا ابجريد وهذا ابجريد، لا هذا موصلي ما راح اقول، خلينا نقول 90% اللي اذا تشوفوه هنا هو يجي ابجريد. يعني هاي السقوف الثانويه الدارك كولرز هناك ابجريد، هذا ابجريد، بس البيسك مالته هو اللي يجي البيسك هم كلش حلو مقاصر. اوكي سو هاي بيري هوم اجين، وهذا اللي هي دايننج وهي بريكفاست اريا. هنشوفكم برا مثل ما قلنا هاي البرة طبعا. هذا الموديل هوم، بس هسه قبل شويه احنا رحنا شفنا واحد اوريدي دا يبنو، وهاي الباك يارد. خليني اشوفكم البيت من ورا. هذا البيت من ورا. جماعة كاليفورنيا، جماعة النورث اللي يحبون يحولون هنا لهيوستن، تعالوا ان شاء الله نشوفكم منطقة كلش حلوة، منطقة كلش راقية، كلش ايزي على الهاي واي، بيوت كلش حلوة، البلدرية مالتهم كلش زينين، كلش اقوياء، يعني ما قاصرين بالماركت، وبيت تقدرون تشتروه نص سعر البيت لهناك. You have more value، يعني more space. طبعا هاي الكلاينت ماتي كلش عجبها البيت، راح اتوقع عليه ان شاء الله. هسه دا يسوون الابلكيشن. اجين هاي غرفة وهاي غرفة وذيك غرفة ثانية، هاي ثالثة اقصد، وهذا الاستدي، وقلنا ذاك هناك الجيم روم ممكن يصير او يصير هول، وذاك الهول الكبير. راح اطلع مرة ثانية من برا. هلا اشوفكم الواجهه مال البيت. هاي واجهه البيت، وطبعا ممكن انتم تختارون هوايه، يعني هو طانا 4 أو 5 different واجهات للبيت تقدرون تختارون من عندها. ذولي بيري هومز، سعر البيت تقريبا 400. اوكي مثل ما قلنا شو اسمه مالته المساحه مالته 2737. سو 4 بيدز، ستدي، جيم روم او ميديا روم تقدرون تسووها، وهمينه اتس 1 ستوري. اي لاف 1 ستوريز. 1 ستوري كلش سبيشس وكبير. وراح اسوي لكم ان شاء الله فيديو ثاني على ذاك البيت والبيت هذا همينه. هذول الثري بلدريه هذول دي يسوون يبنون هاي المنطقة قريبة على الايتن. كيتي ورا كيتي، ابعد شوي من كيتي، فولشير قريب. ناس ارجع اقول قريب على الايتن لان اكو ناس هواية تريد قريب على الهاي واي، يعني بسرعة تكون على الهاي واي، ما بيها ما تسوقون هواية. سو اجين اني سجا، اذا حبيتوا تتصلون بي، اذا تريدون معلومات اكثر على هاي البيوت والمناطق مالتها وين هي موجودة. طبعا هاي السكولز، السكول 10 على 10، يعني كل شيء بيها، كل شيء بيها، البيوت نفسها سقوف عاليه، شو اسمه مالتها السكولز 10 على 10، كل شيء بيها اللي ترغبون ان شاء الله واللي تريدوه، اللي هو يكون حلم كل واحد من عندنا. ان شاء الله يكون من نصيبكم. اذا تريدون اي معلومات ثانيه حول هاي البيوت والمنطقه مالتها والتاكس ريت مالتها والسكولز مالتها اي شيء، اتصلوا بي انا اخذكم سجا مهدي 713-898-3427 713-898-3427. Thank you very much.